النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر؟ حارس حرس في أرض خوف لعله ألا يرجع إلى أهله. لأن الأرض على نوعين، أرض آمنة وأرض مخوفة، أرض العدو، يعني ما يدري بأي لحظة يقتل، فخاصة اللي على الثغور مثل حرس الحدود، ومثل إذا كان المتاخم عدو، ها، فما يدري متى يأتيه مثل ما يقول رصاصة طائشة أو رصاصة مقصودة، مثل ما كان الصحابة لما كانوا، أظن سيأتي معنا، لما حرسوا النبي صلى الله عليه وسلم عباد بن بشر قام يصلي فأتاه سهم ثم سهم حتى سقط، يأتيه سهم مقصود أو طائش. والمعنى بأن من حرس في أرض مخوفة، من حرس في أرض مخوفة المسلمين لا يأمن على نفسه، فإن هذه الليلة أفضل من ليلة القدر. ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر؟ حارس حرس في أرض خوف لعله ألا يرجع إلى أهله.